تتمتع الصورة بالقدرة على التقاط المكان عبر استراق لحظة معينة من الزمن، حيث يمكن للصورة أن تنقل إحساساً أسرع وأحياناً أكثر فاعلية من الكلمات. وتزامناً مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، أقامت مؤسسة 7 ألوان الثقافية في السليمانية مهرجانها الثاني للصور الفوتوغرافية. هذه المعارض يدل على نشاط المصورين وتقدمهم في الفن التصوير. وبمناسبة اليوم يوم عيد العالمي، يعني العالمي للتصوير، فكل سنة المصورين المحترفين وغير محترفين يقومون باحتفالات لذكرى هذه المناسبة. هاي السنة شارك 82 فنان للفوتوغرافي على عموم الكردستان، وكل واحد من الفنانين شارك بعمل واحد. بهالمهرجان عندنا 5 أنواع صورة فوتوغرافية موجودة: بورتريت، ستريت، فوتو ستوري، ليل، والطبيعة. يهدف المهرجان إلى مزج الخبرات الفنية في مجال التصوير، وخاصة لفئة الشباب الذين لهم دور كبير في إيصال الفن الفوتوغرافي إلى العالم الخارجي، حيث احتوى المهرجان على صور تنوعت ما بين البورتريه والطبيعة والليل، والتي عكست حياة المصور اليومية وشغفه في توثيق لحظات من الحياة. الملاحظ أني رأيت مجموعة كبيرة من الشباب مشاركين في هذا الحفل، في هذا العرض، إنه لمن المفرح أن نرى اليوم مجموعة من الشباب والشابات مشاركين في هذه الاحتفالية. معرض للصور الفوتوغرافية عرض فيه أهم الأحداث واللحظات التي نعيشها يوميا، جسدت من خلال عدسة مصورين محترفين ليؤكدوا أن الصورة بألف كلمة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أحمد جاسم، السليمانية.